جلب المرتزقة للمشاركة في الحرب الليبية دفع وزارة الخارجية الأمريكية لتحذير روسيا من تصعيد الوضع. كريس روبنسون المتخصص بشؤون روسيا في الخارجية الأمريكية نبه إلى أن شركة فاغنر الروسية أداة للحكومة الروسية، معتبرا أن الدعم الروسي أدى إلى تصعيد كبير لحدة النزاع وإلى تدهور الوضع الإنساني في ليبيا. وأكد الدبلوماسية الأمريكية أن الصور التي التقطت للأسلحة الثقيلة والمتطورة التي يمتلكها عناصر فاغنر في الميدان تثبت أن هذه ليست مجرد شركة خاصة. وتحدث كريستوفر بالتفصيل عما تقوم به روسيا في ليبيا، حيث تواصل دعم الجيش الوطني الليبي برئاسة اللواء حفتر، وتقدم الدعم المالي واللوجستي لمجموعة فاغنر التي يقودها مقرب من الرئيس بوتين وتخضع لعقوبات أمريكية. وكشف أن روسيا وبالتعاون مع نظام الأسد أرسلت مؤخرا مقاتلين سوريين إلى ليبيا للمشاركة في عملية فاغنر في دعم الجيش الوطني الليبي. بدوره اعتبر هنري وستر المسؤول عن شمال إفريقيا في الخارجية الأمريكية أن موسكو لا تبدو على استعداد للانسحاب من ليبيا التي أصبحت بالنسبة إليها بعد سوريا جزءا من استراتيجيتها للتأثير في المنطقة، ودعا إلى عدم الأمل بأن تحزم روسيا حقائبها وتغادر بعد أن استثمرت في الصراع الليبي.